مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام الأسبوع القادم بإذن الله. يوم الأحد إن شاء الله معظم الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، شديدة الحرارة في المناطق الوسطى والشمالية والغربية. في المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقعة 40 والصغرى 27، في المناطق الغربية العظمى المتوقعة 39 والصغرى 31، في المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر 31-21، منطقة الرياض والوسطى أجواء شديدة الحرارة 45-32، المنطقة الشرقية 43-31، والمناطق الشمالية الشرقية 40-26 درجة مئوية. أيضا يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة في المناطق الشمالية الغربية، انخفاض قليل على درجات الحرارة 38-24، المناطق الغربية أيضا 38-32، والمنطقة الرياض 45-32، والمناطق الوسطى، المناطق الجنوبية الغربية 31-21 مع أجواء غائمة جزئيا وفرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر، المناطق الشمالية الشرقية انخفاض قليل على درجات الحرارة والعظمى المتوقعة 38-25، ومنطقة المنطقة الشرقية أجواء حارة 41-29 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا انخفاض على في المناطق الشمالية وخاصة المناطق الشمالية الغربية 36-25، بينما هناك اشتداد للرياح في المناطق الغربية وأجواء حارة 41 العظمى والصغرى المتوقعة 32 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا وحارة نسبيا مع فرصة لبعض الأمطار المتفرقة أحيانا 33-22، المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض 45-32 أجواء حارة، المناطق الشمالية الشرقية 38-25، ومنطقة المنطقة الشرقية ومنطقة الدمام 43-30 درجة مئوية. يوم الأربعاء أيضا الأجواء كما هي تشبه أجواء يوم الثلاثاء، تقريبا حارة نسبيا في المناطق الشمالية الغربية 36-26، في المنطقة الغربية رياح نشطة مثيرة لبعض الغبار والأتربة أحيانا 39-31، المنطقة الجنوبية الغربية 33-20، المنطقة الوسطى أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 46-31، وأيضا المناطق الشمالية الشرقية 39-27 أجواء حارة، والمنطقة الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة 42-32 درجة مئوية. يوم الخميس أيضا استمرار للأجواء الحارة، المناطق الشمالية الغربية 38-27، المناطق الغربية 37-30، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا 31-20، المنطقة الوسطى 45-31، المناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة 40-27، والمنطقة الشرقية أجواء حارة 43-32 درجة مئوية. يوم الجمعة أجواء حارة في معظم مناطق المملكة، المناطق الشمالية الغربية 42-26، المناطق الغربية 37-32، المناطق الجنوبية الغربية 27-19، المنطقة الوسطى 45-32، والمناطق الشمالية الشرقية أجواء حارة وشديدة الحرارة، وكذلك المناطق الشرقية أجواء شديدة الحرارة 44 في المناطق الشمالية الغربية العظمى والصغرى 29 درجة مئوية، بينما المنطقة الشرقية العظمى 45 والصغرى 31 درجة مئوية. مشاهدينا نتمنى للجميع السلامة، وشكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله.